يتوفر المغرب حاليا على أول جهاز في أفريقيا يسمح باستخدام الإشعاعات المدمرة للورم داخل الثدي دون التأثير على باقي مكوناته ودون الحاجة لاستئصاله، غير أن التأخر في الكشف يطرح بعض الإشكاليات. أنا يا حسيت بالراس ديالها كبلية وكني وما ديتهاش فيها ودازت واحد 6 شهور ومشيت دوزت وقالوا لي خاصها تحيد عندك داك الشيء عندك خطر خاصها تحيد وحيدتها دابا الحمد لله راه كندير العلاج. عندنا 70% ديال استئصال الثدي و 30% لاستئصال الورم، دونك كنشوفوا بين عندنا واحد المشكل في الاحصائيات اللي كتبين بين مازال خاصنا واحد عمل كبير في مجال التوعيه. التقنية الجديدة في العلاج تسمح بالاحتفاظ بالثدي بنسبة تقارب 60%، تقدم ملحوظ مقارنة بنتائج السنوات الماضية. مبكر تبين لنا في الدراسات اللي عملناها مؤخرا أن هذيك المرحلة ديال التشخيص مرينا من التشخيص في المراحل المتفاقمة، حيث الآن ولينا تقريبا واحد 50% ديال المرضى ديال سرطان الثدي كيجيونا في واحد المرحلة اللي كتكون تقريبا باقي في البداية ديال المرض، ويعني مرحلة اللي كيمكن العلاج ديالها. ما كنا شحال هذه في السنوات 80 سرطان الثدي إيكال استئصال الثدي، اليوم كاين سكون ابل لونكوبلاستي يعني علاج جراحي ديال السرطان، وكذلك هو تجميلي في نفس الوقت في نفس العمليه، بحيث داك الثدي ربما كيرجع ربما احسن. ورغم ان نسبه التحمل العامه التي وضعها المشرع في اطار التامين الاجباري عن المرض هي 70%، فهناك حلول يعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصه مع ارتفاع تكاليف علاج هذا المرض. الامراض المكلفه والمزمنه بما في ذلك مرض سرطان الثدي، هذه النسبه تم رفعها الى 95%. هذه مبادرة قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 2008، بحيث المشرع كيسمح ليه يقوم بهذا التحسين ديال نسبة التعويض عبر الإعفاء الجزئي للمستفيد من التكلفة اللي تتبقى على عاتقه، وقام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الفحص الدوري واستشارة الأخصائيين نصائح أساسية لتجنب مضاعفات مرض سرطان الثدي ما دام العلاج ممكنا بفضل التقنية الطبية الحديثة.